جاي سيء تعرفنا انا اقعد بدو اخويا سامة جاي بسيء غير خلص علينا هنا لان اخويا اخي عرفتنا خلص علينا خزم احمق صاير مواطن جزائري مع صاحبي عبدو يديروا لي فيديو جينا نجو بليس لعبة علبة ولا علبة لعبة 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 العلبة انا ودي فوق اني متحمس اياي يلا صهيب انت يا حبابة خلت وادي كذا اصبر اني كي تحبوا في زوج متحشم ليش صهيب الله يكون هو بدرة جاوبت سيري وانا نحب قلنا زيانا يا خوتي حب البدرة ان شاء بدا ميكي متفرجت وشانا بدرة مسلسل اه عبالي ميكي مسلسل تعب بكري أنا انفضعت يا تلميذ وجهك اسكو صهيب يغني لك في عرسك يكتب انا ادي لا كيستيون يا صاحبي اسمح لي خويا افيك تو مي ريسبي اذا تغني لي راب خويا لا لا انت واحد اكابي لا 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 مش كيت عبدو عبدو صح يغني عبدو يعرف يغني بصح ما يعطوش يرزي عندي لاف في ليلة عرسك تغني لك زعما واش راح يولي عبدو من على 10 سنين انا على بالي شوف وياك وش شوف راك هبط عنا بيلوت عبدو كان حاب يخرج بيلوت تعمل طوال كنت صغير كنت صغير تعمل طوال كنت صغير وقت كبرت عرفت الحقيقة باللي ما كاش امبوسيبل اذا سكتوا ثاني ملي ولا تاع طيارة الورق نخدم لك هذا بكا سيدنا الفدا انا ورقة ماكلة يموت يا صوي ماكلة يموت يا صوي والله غير على بالي واحد الماكلة خبز تاع الشعير تعمل خبز تاع الشعير ونلقاوني شي بريج يمار كيف ما تاخذ خبز تاع الشعير حد الشعير جدي كيف تتغدى جدي قال لي تخلي الشعير لا لا الناس ترفض نسيت ترفض عليا يا قولنا واش كاين واش صاري واش يدير صوي بغير ينوض يا عيّة طوي زيد نرقد شوية اسكو نكون عباب اللي مش باشين بس عموهم غير ينوض كي ينوض اوفيسيال يا عيّة لي غير ينوض يا عيّة لي دير واش الحاج راكا كيف تصغير تنوض تغسل وجهك تصلي بعد عبدو نتلاقاو مش الحال نتلاقاو بس كنت تقوى كيف كيف انا وياه لازم لازم بعمالي عمالي اه عند جلال جلال تحياتنا لك خويا اسكو عنده قهوة حليب ماشي نورمال عبدو وقتاش هي المرة الأولى اللي تلاقيت فيها بصهيب بالدقيقة والنهار والثانية وين في السخانة في الصيف في ليكول في المسيد في 2012 الأحد 38 جوا بالقيلة بالقيلة اون بلي قيلة مش درنا عادي وكترناش ضربنا ضربنا في الساحة نهضت الدبزة سلالف ما اللي مش لقينا بس انا من بالله ضربنا ما صاير بعد خلاص ما تولينا نسحب حتى البوك انا انا مش في اللوحة تاعي قريب حاجة هذا شو اسمه؟ لا بزاف استاذ احنا ما نفضى اخلص الورق هاي غير على صهيب تعبدوا قلم خلاص انا شايل بس صايب غير فهمتها صعب زيد شويه ما انت متنقش بزاف على بالي لي باسكيت كاع شرينا كيف كيف هذيك دبي اذا ما جبناش كيف كارونت 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 صهيب الورقة الأخيرة خويا حاجة ما لازمش نعرفوها على عبدو هو عرفه كلش لي فيديو عرفه بترم كلش هذا كان فايز عبدو نص عبدو روح غدا إن شاء الله نجيو نطلعو على سبورة هضرة شغل كتيبة بزاف من داك يكونوا كجماعة قاعد على روحي يحكوا في كاش موضوع انا نهضر ندخل لهم كاش عف سامع عندش علاقه كاع بالك سجي نهضرها واش غادي نكون بعيد ولا كنت راه مشوك اكثر من واش تشوفوا في لي فيديو خاوتي عبد واش تشوفوا في لي فيديو قال يزبان وما على بالوش فر جا سي عرفنا انا عبد خويا سامع جرب شي غير خلاص علينا هنا قال خويا خير عرفتنا خلاص علينا خزم احمق خلاص زيد شوف شو واحد دابا راه كيبدا يدخل شفتونا هادي تعرفوا ما تعرفوش انا نعرفوا بعضنا مليح مين داك شغل ننساو برك لا جبناها شويه نورمال جبناها شويه ابدا تحطكم صافي باين هذا خوك في الدار ما تعرفوش شغل واش كاين ديالك بليزير والله غنحسها جو ميرسي